بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية بعدما أثنى جل وعلا على شهر رمضان وأنه يستجاب فيه الدعاء، أمر عباده بأن يسألوه ليجيبهم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قيل في سبب نزول هذه الآية أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية الكريمة. وقيل لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم، فأكل بعضهم في ساعة بعد النوم، فنزلت هذه الآية في قبول التوبة، ونسخ ذلك الحكم على ما يأتي بيانه. وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقع امرأته بعدما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، ورجع مغتما، وكان ذلك قبل الرخصة. فنزلت هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت اليهود: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية الكريمة. والقرب جل وعلا قربه من عباده بالإجابة، وقيل بالعلم والاطلاع والحفظ والعناية بهم، وإلا فإنه جل وعلا فوق السماوات العلا، فوق السماوات مستو على عرشه، وبيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ثم بحر بين أسفله وأعلاه مثل ذلك، ثم الكرسي، ثم العرش، والله جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته، بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، بائن منهم جل وعلا، وهو ليس بحاجة إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى غير ذلك،
وإنما جميع المخلوقات في حاجة إليه سبحانه وتعالى. قوله جل وعلا: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أقبل عبادته على صحتها عندما قال جل وعلا: فالدعاء يسمع، والإجابة بمعنى القبول، دليل ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسمى الدعاء عبادة. ومنه قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي دعائي. قال تعالى: وخص العباد دعاء بالعبادة لأنه دليل التذلل بين يدي الله والخضوع والاستجابة لما دعاه الله جل وعلا له. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطهن إلا الأنبياء. هذه نعمة من الله جل وعلا لهذه الأمة، أعطى هذه الأمة ثلاثة دواء إجابات، ثلاثة أمور لم يعطهن إلا الأنبياء. كان الله إذا بعث نبيا قال: ادعني أستجب لك، وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. وكان الله إذا بعث النبي قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس. هذه ثلاثة أمور أعطاها الله جل وعلا هذه الأمة، وهي لم تعط لمن قبلنا إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: عجبت لهذه الأمة في ادعوني أستجب لكم، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وليس بينهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال: مثل قوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني هذه فيها شرط، بشر من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها هنا شرط. وقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، فليس عليه شرط العمل. ومنه قوله قال: فادعوا الله مخلصين له الدين، فهاهنا بشرط. وقوله ادعوني أستجب لكم ليس فيها شرط. وكانت الأمم إذا تضرعت إلى الله جل وعلا واحتاجت لشيء ما تذهب إلى الأنبياء لتسألهم أن يدعوا الله جل وعلا. وهذه الأمة أمر كل رجل أو امرأة عزيز عليه عبادة الله جل وعلا أن يدعو الله بنفسه، وقد أمر جل وعلا وحذر الدعاة بأن لا يدعو بشيء لا يليق، فقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو بما لا يليق أو يدعو وقد التبس بالحرام أكلا وشربا ولبسا وغير ذلك. وأنواع الاعتداء في الدعاء كثيرة، والله جل وعلا وعد الداعي بالإجابة لا محالة في قوله صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الإجابة، يعني ليس بينه وبين الله جل وعلا في إجابة ما يطلب إلا فتح باب الدعاء. إذا فتح عليه باب الدعاء فليتحرى ذلك وليكثر، يكثر الدعاء إذا أنس بالدعاء ورغب فيه، فليعلم أن الله جل وعلا قد فتح له باب الإجابة. وقال قوم: إن الله يجيب كل الدعاء، فإما أن تظهر الإجابة في الدنيا، وإما أن يكفر عنه، وإما أن يدخر له في الآخرة، لما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث، هذه أنواع الإجابة، إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، يقول: اللهم ارزقني فيرزقه الله جل وعلا، اللهم عافني يعافيه الله جل وعلا، اللهم ارزقني ولدا صالحا فيرزقه الله الولد الصالح، وإما أن يدخر له خير مما دعا يدخر له في الدار الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء ما هو مثلها وأكثر. قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر، ما دام أن كل دعوة مستجابة نكثر. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله أكثر، يعني كلما أكثرتم الدعاء أكثر الله لكم الجواب. وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يعجل؟ قال: يقول: دعوت فلم أرى يستجب لي، فعند ذلك ييأس من الدعاء، فلا يليق بالعبد أن يتوقف عن دعاء ربه، لأن الدعاء مخ العبادة، وعليه أن يكثر من الدعاء ما لم يستعجل، يكثر من الدعاء، والإجابة محققة بإذن الله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وعلينا أيها الإخوة أن نسمع ونجيب وننتبه لما يمنع الإجابة من العبد، فالجواب محقق من الله جل وعلا إلا إن وجد مانع. ما هذه الموانع؟ منها أكل الحرام وما كان في معناه. قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فمعه من أسباب الإجابة شيء الكثير: إطالة السفر، المسافر تجاب دعوته، الشعثة والغبرة من أسباب الإجابة، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب
لو أقسم على الله لأبره، يمد يديه إلى السماء، مد اليدين ورفعهما إلى السماء إلى الله جل وعلا من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده إذا سأله أن يرده، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. جاء تكرار النداء يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة، والإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء من أسباب الإجابة. لكن لما وجد معه مانع ما نفعت هذه الأسباب كلها. ما هو المانع؟ أكل الحرام والعياذ بالله. وأن علينا أيها الإخوة أن نحذر أكل الحرام، لأن الله جل وعلا قد لا يستجيب لعبده في شيء ما إذا كان مأكله ومشربه وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. ولا يمل المسلم من الدعاء، بل يكرر الدعاء دائما وأبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا وكرر فلم يجب له في اليوم الأول، ودعا في اليوم الثاني فلم يجب له، ودعا في اليوم الثالث فاستجيب له. وأوقات الإجابة معلومة عندنا بإذن الله جل وعلا، منها الدعاء عند الإفطار، إذا صام العبد ثم دعا ربه عند الإفطار فحري أن يستجاب له. إذا وافق وغب بين الصلاة ما بين الإقامة والأذان وقت للإجابة، السحر وقت للإجابة. يروى أن يعقوب عليه السلام لما طلب منه بنوه أن يستغفر لهم مقابل ما فعلوه مع يوسف عليه السلام أخر دعوته إلى السحر، لأن أحرى للإجابة. وأن يستكين إلى ربه، وأن يستحضر دعوته ويستحضر قرب ربه وأنه سيستجيب له، ولا يستبطئ الإجابة، بل يكثر من الدعاء ولن يخيب بإذن الله. وليحذر الموانع من الإجابة. ومن أسباب الإجابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، أن يدعو بخشوع وحضور قلب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعملوا ما ينفعكم، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. هذه من الأمور التي تمنع الإجابة في الدعاء. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لنوف البكائي: إن الله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل لا يدخلون بيتا من بيوتي
إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد نقية، فإني لا أستجيب لأحد منهم ما دام لأحد من خلقي عنده مظلمة. يا نوف لا تكونن شاعرا ولا عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارا، فإن داود عليه السلام قام في ساعة من الليل فقال إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له فيها إلا أن يكون عريفا أو شرطيا أو جابيا أو عشارا أو صاحب غرطبة أو هو الصم الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل. هذه يحذر منها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد قال الإمام أحمد لبعض تلامذته: لا تكن قاضيا فتظلم هذا أو تأخذ حق هذا، ولا تنصف بينهم. فقال: يا إمام، أليست الدولة في حاجة إلى القضاة؟ قال: هي في حاجة كما هي في حاجة إلى الشرط، فهل تكون شرطيا؟ إذا كنت شرطيا ظلمت نفسك، هذا في الشرطي الذي يظلم هذا ويمنع هذا، والمكاس هو الذي يأخذ الرشوة أو يأخذ المكس. ومن أسباب الإجابة العزم على المسألة، يعني اعزم المسألة على الله جل وعلا، ولا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، فإن هذا لا يليق بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا مكره له. إن شئت فأعطني أو لا، لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. وإذا قلت اللهم ارحمني إن شئت، كأنك تقول: إن أردت أن ترحمني فارحمني، وإلا فأنا في غنى. لا يجوز مثل هذا في حق الله جل وعلا. ومن أسباب الإجابة كون الإنسان مريض، المريض يستجاب دعاءه. وعند نزول المطر والصف في سبيل الله، كل هذه جاءت بها آثار، وبين الظهر والعصر في يوم الأربعاء جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء فلم يستجب له، ثم دعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجيب له. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. يستجيبوا لي، يعملوا بطاعتي حتى أجيب دعاءهم، فليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. إذا استجابوا لي ودعوني أجبت دعاءهم فحصل الرشد، والرشد مطلوب من العبد في الإقامة والسفر والاستقامة، ومنه قوله تعالى: لعلهم يرشدون. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من يستجاب دعاه وممن يدعو ربه بالدعاء المطلوب ويتحرى أوقات الإجابة فيستجاب له دعاه، ويجنبنا وإياكم الحرام، فإن الحرام مانع من الإجابة. أخلاق.
وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام رشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، كما رواه الغمام بن داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. قال ابن أبي حاتم بمسنده عن معاوية ابن حيدة القشيري أن أعرابيا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت. قريب ربنا فنناجيه، لأن المناجاة للقريب اللي بجوارك، والبعيد تناديه صوت له. فيسأل هذا الأعرابي عن سيفية سؤال الله جل وعلا، أن أسأله سؤال قريب أم نسأله سؤال بعيد؟ فأنزل الله تعالى: نعم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه راوي الحديث، يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة. وروى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. رواه الإمام أحمد. إذا قال قد دعوت ربي فلم يستجب لي، عند ذلك يدخله اليأس، واليأس هو القنوط من رحمة الله جل وعلا من كبائر الذنوب، كما أن الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب. فحري بالعبد أن يكون بين اليأس والقنوط وبين الرجاء، يكون راج لا آمن ولا آيس بينهما. فالأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن اليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. وإنما يكون العبد بين اليأس والرجاء، بين اليأس والرجاء، لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. يكون عنده اليأس والرجاء، الأمن والرجاء كجناحي الطائر، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال: ينبغي له في المرض أن يغلب جانب الرجاء، لأنه ما يستطيع أن يعمل. وفي حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف حتى يجتهد في العمل.
وروى ابن مردويه عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، لا شريك له لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور. وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، والجنة حق والنار حق، إن كل من صوب بأن. وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، والجنة حق، والجنة حق والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه، وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.